معكم دكتورة مريم بنت أحمد الهنائية، طبيب استشاري طب العائلة ورئيسة مركز حي الجامع الصحي. ما يشغل العالم في هذه الفترة هو جائحة كورونا أو مرض فيروس كورونا المستجد والمسمى بكوفيد 19. من أهم التوصيات التي نوصي بها كعاملين صحيين هو التزام المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة، وتعزيز مبدأ التباعد الاجتماعي للحد من انتشار كوفيد 19. ولا شك من أن الرعاية الأولية قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل تعرض المواطنين لهذه الجائحة. فعلى سبيل المثال، مراكز الصحية بمحافظة مسقط قامت بتقليل المترددين على المراكز الصحية بطرق وقائية. مثلا تم تعليق العمل بعيادة المسنين وعيادة العلاج الطبيعي، تم تدشين خدمة الواتساب لاستلام الأدوية من المراكز الصحية. كذلك تم إعادة جدولة مواعيد المراجعين بعيادة الأمراض المزمنة، وكذلك تم إلغاء بعض الفحوصات الروتينية والغير ضرورية. نأمل من جميع المواطنين الالتزام، ونتمنى أن تمر هذه الجائحة وأن تكون عمان بخير قريبا إن شاء الله. الوصية الوحيدة التي نوصي بها كعاملين صحيين هي تعزيز مبدأ التباعد الاجتماعي واتباع الإجراءات الاحترازية، كغسل اليدين، تجنب لمس الأسطح، عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة، ترك مسافة لا تقل عن متر بينك وبين الآخرين، وذلك لكسر الوتيرة التصاعدية لهذا المرض. بإذن الله إذا ما التزمنا ستقل حدة المرض وسنصل إلى الهدف المطلوب، وهو تسجيل صفر من الإصابات بالسلطنة. عساكم بخير جميعاً.